فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. كربلاء تشتعل وساخنة منذ ليلة البارحة بعد اغتيال الثائر الشهيد الوزني إيهاب جواد الوزني، وأعتقد هذه كانت هي نقطة تحول فاصلة حتى من حيث إجراء الانتخابات، حيث قررت العديد من قوى تشرين من بينهم البيت الوطني هو الذي قاد هذا الحراك بمقاطعة الانتخابات والانسحاب، لأنه تيقنوا أو أيقنوا أن هذا النظام السياسي لن يكون له أي إصلاح أطلاقا إلا بالتغيير الجذري، خصوصا بعد هذه العمليات التي بدأت تطال الناشطين للأسف الشديد. سنة مرت على حكم السيد الكاظمي أو على انتخاب السيد الكاظمي رئيسا للوزراء. السيد الكاظمي في هذه السنة قال هي سنة مرت ولا يمكن أن تقوم أو أن أي حكومة تقوم بحل المشاكل بعد هذه السنة، يعني سنة ليست كافية لحل المشاكل. كان من أولويات حكومة السيد الكاظمي هو إجراء الانتخابات المبكرة، لكن بعد هذا التصعيد التي تشهده كربلاء اليوم وربما مدن أخرى قادمة، هل من الممكن إجراء انتخابات مبكرة؟ ومن يقف خلف عمليات اغتيال الناشطين؟ سنة كاملة على حكم الكاظمي وكربلاء تشتعل مع سخونة الانتخابات. ملفات مهمة سأناقشها مع ضيوفي من واشنطن الدكتور رمضان البدران الخبير السياسي والقانوني، مرحبا بك وحياك الله. حياك الله. وأيضا ضيفي من بغداد الشيخ وسام البياتي أمير قبيلة البيات وأيضا النائب السابق شيخ وسام، مرحبا بك وحياك الله. اهلا وسهلا استاذ مقدم، حياك الله. دكتور رمضان خلي ابدي وياك، سنه كامله على حكم الكاظمي، كيف تصف هذه السنه؟ تفضل. والله يعني الامر الواقع استاذي، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا ارحب بالضيف الشيخ الكريم الشيخ حسام والمشاهدين الكرام. واقعا هذه السنه لست انا من يقول، الواقع يقول انها كانت سنه ضائعه بامتياز، بل إنها سنة كبدت الأداء السياسي العراقي الكثير، وتحولت الدولة في هذه المرحلة إلى المجهول، وبالتالي نحن أمام استفهامات كبيرة وضعتنا هذه المرحلة بها. وربما الأداء أنا أعتقد ليس على مستوى الكاظمي فقط، وإنما حتى على مستوى السلطات التشريعية والقضائية كانت قد اتخذت قرارات وسياسات تمثل نكبة حقيقة لهذه العملية السياسية بأكملها، ونكبة أيضا للجدوى الحراك التشريني والحراك الشعبي الكبير الذي كان يعني طرح بشكل واسع وشكل واضح مقدار الأزمة والانسداد في الواقع العراقي، ولكن في الحقيقة نقلت هذا الطرح وهذا الهاجس إلى انسداد آخر. نحن في العراق اليوم هذه المؤشرات الأخيرة من اغتيالات وتصاعد وتيرة أعمال الميليشيات والمافيات هي في حقيقة تؤشر على أن الواقع العراقي فعلا دخل مرحلة ربما لا عودة، ودخل إلى منطقة ضبابية ومنطقة خطيرة قد تهدد ليس النظام السياسي فقط، وإنما النظام الاجتماعي ونظام الدولة ونظام الأمن والاستقرار، يعني الذي قد لا يطال العراق وحده وانما قد يطال دول كثيره. طيب لكن دكتور فاقمة من غير حل ومن غير نعم. امل في الحل. نعم، السيد الكاظمي اليوم كان عنده لقاء تلفزيوني قال احنا صار لنا سنه لحد الان ومن غير المعقول حل هذه المشاكل المتراكمه، واحنا جئنا على تركه ثقيله، من غير المعقول احنا نجي نحل مشكلة في سنة أو هذه المشاكل المتراكمة في سنة، اصبروا علينا شوي. لا
كنا صبورين وكنا متفائلين وكنا نعتقد أن الرجل يعني خامة قد تنتج شيء أو قد تتعلم شيء. السنة زمن طويل في هذه المفترقات. السنة لكل إنسان مبدع هذا كثير. ناظم باشا أو مدحت باشا في الحقيقة خلق أكبر الانتقالات في تاريخ العراق في حكم العثماني اللي عمره 400 سنة. حكم مدحت باشا سنة ونص فقط، لكنه الإنسان المبدع والشاطر ما يحتاج زمن، يحتاج إلى خطوات ذكية ومبدعة. ماذا قدم السيد الكاظمي حتى الآن؟ لم تستطع مواجهة الميليشيات بعذر الكياسة والحكمة وعدم خلق كذا. يخومون مثلك اللي يدعو إلى حوار. أنت ما تدعو إلى حوار، أنت تسكت، وأنا وغيري ربما نسولف بالحوار لأنه إحنا أطراف ثالثة في الموضوع ربما. ليش؟ لكنه مو مثل قائد عام القوات المسلحة وتعلن عن رغب وتعتبر نفسك طرف ثالث، والعراقيين لازم يروحون يحاورون الميليشيات والناس المتمردين والمعربدين في الواقع. هذا دليل على عدم فهم الدور الواجب له في يعني الدورة في هذه المرحلة وفي هذه الدولة. هذا جهل في فهم الدولة. ثم أن السيد الكاظمي أصلا جاء من منطقة رصاصية، يعني هو جاء من منظومة استخباراتية يجب أن يكون لديه معلومات كافية، وبالتالي العراق يعني كان يعاني من هذه الضبابية، أنه من يقف وراء كل هذا التخريب؟ فإذا أنت جاي من أهم منظومة استخباراتية في الدولة وتأتي إلى الدولة ولا تعرف كيف تتصرف، إذا أكو خلل فيك مسبقا، أنه لديك قدرة على التعايش وأنت يعني رجل على ما يبدو مدجن للتعايش مع الخطأ، مدجن للتعايش مع هذه التهديدات اللي تهدد البلد وأنت تفرج. نعم. إذن أكو خلل في 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 شخصيتك وخلل في بنائك. يعني أنا لو جايب وزير صناعة وحاط رئيس وزراء ربما أقول هذا رجل غريب على المنصب. أنت جيت لمواجهة أصعب ما لدى العراق وهو غموض ويعني وهناك خرق وهناك أمن مخترق بطريقة استخباراتية يجب أن يبحث هذا، حتى الدفاع ربما هذا مو شغلها. أنت فقط سبق يعني بدءا وانتهاءا، هذا أولا. ثانيا أنت شنو سويت؟ اهتميت بالجيش، اهتميت بالشرطة الاتحادية حتى تعيد للمواطن الثقة بنفسه أنه الدولة تعيد بناء نفسها. ماذا فعلت أكثر؟ أنه موازنة حاولت أنه تمررها، وكذلك ساهمت في 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 خلق أو تمرير قوانين خطيرة جدا، منها قانون انتخابات على علاته، منها حل قانون محكمة الاتحادية، حل مجالس الأقضية والنواحي وتدمير كامل العملية الديمقراطية. كنت شريك يعني لتمرير الخراب أكثر من البناء. طيب هذه طيب الحقيقة لا نستطيع. طيب دكتور، كلنا أردنا للسيد الكاظمي أن ينجح، وكلنا أردنا نأيده، وكلنا وقفنا صامتين نتأمل ما يقدم الرجل. الرجل لا يعرف أين يسير في البلد. نعم. وأدوا أداء سياسي متخبط. طيب. أداء غير منتج، وبالتالي نحن أمام أزمة حقيقية للبلد. مرحلة السيد كاظمي اتضعنا على أخطر مراحلها وأخطر. طيب. طبعا من شو سنفصل هذا لحظة. طيب. في الحلقة. طيب. توفر. طيب. يعني قبل خلي أنتقل الشيخ وسام، لكن قبل أن أنتقل له، مو شوي كأنك كنت قاسي أستاذ رمضان؟ حيل كنت قاسي. أنا لا، أنا مو قاسي. العراق يمر بمرحلة أقسى. طيب. العراق يمر في مرحلة أقسى. العراق لدينا تطور جديد. الأحزاب السياسية من بعد ما دمرت العملية الديمقراطية، نحن العراق أضاع الدكتاتورية ولم يتمسك بالديمقراطية، والديمقراطية التي أضاعتها الأحزاب أسست على أعتاب الحراك السياسي والحزبي ميليشيات، واليوم الميليشيات تحولت إلى ما كانت ميليشيات لديها أجنحة، لديها مكاتب اقتصادية. الآن أصبحت لدينا مافيات اقتصادية لديها أجنحة ميليشياوية، وبالتالي هذه المافيات الاقتصادية هي التي ستمسك باقتصاد العراق، وستمسك برقاب الناس ومعيشة الناس. والصين قادمة وسوف تعقد كل صفقاتها مع هذه المافيات مثل ما تفعل في في ميانمار وفي بلدان عديدة. طيب طيب. وبالتالي العراق قادم على أزمة كبيرة. كانت فرصة لدى الكاظمي أن يخلق أمل لدى الناس مثل ما العبادي خلق أمل لدى الناس بعد دخول داعش وتلك الانتكاسة التي تركها. طيب. أرد أعود لك بعدين بموضوع الصين. هذا رأيي. راح أرجع لك. تمام. راح أرجع لك بموضوع الصين. شيخ وسام مرحبا بك وحياك الله، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر الفضيل. خلينا بديوك من السؤال الأول. كنت يم السيد الكاظمي قبل يومين أو 3 أيام، وبعد سنة من حكم السيد الكاظمي، شو افتهمته من السيد الكاظمي
بصراحة، تفضل. أستاذ مقداد السلام عليكم. عليكم السلام. أرحب جنابك الكريم الأخ الصديق وزميلنا بهذا اللقاء السيد البدران، وأيضا أبارك لكل أمة محمد على العشرة الأخيرة برمضان. أعتقد أنه منذ سنة إلى اليوم هذا لم يأتي السيد الكاظمي إلا بعد التشرين وما حدث وعقب من هذه الثورة الشبابية لأبناء الشعب العراقي التي ظهرت فجأة، ليس هي فجأة وإنما أتت من تراكمات من الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والمالي وسرقة المال العام والفساد الأمني اللي أقوله، وشنو الفساد؟ الحلال الأمني المجرد أنه مسك الأرض ليس إلا لا معلومة استخبارية بحتة تصل إلى الأجهزة الأمنية، وإنما مجرد أنه حالة اعتيادية لسير حكومة بمضي أيام ليس إلا، ماكو هناك حالة لا تطوير لا تقديم خدمات لا بالنسبة للحالة الاجتماعية المزرية الحالة الأمنية، ماكو هناك علاج إلها. الكثرة التدخلات الخارجية في الواقع العراقي في المشهد السياسي العراقي في المشهد الاجتماعي العراقي الآن، يعني على سبيل المثال مثلا المخدرات أثرت ليس سياسيا وإنما المجتمع العراقي، التدخلات المحاصصية من قبل على العملية السياسية التي ناشدت بها الديمقراطية بالباكيت المسلفنة اللي أتى بها الملعون بوش وأمثاله، هذه هي نتائجها اللي وصلتنا إلى يومنا هذا. ندخل على أنه ماذا قدم السيد الكاظمي. السيد الكاظمي أنا أكون له كل التقدير والاحترام، لزم أو مسك العصا من المنطقة الوسطى، لا يريد أن ينصدم بصراحة مع الفساد المالي أو الأخطبوطات والحيتان الكبيرة التي سرقت مال العراق واللي موجودين في العملية السياسية، هذا واحد، ولا يستطيع أو أصبحت لديهم القوى العسكرية القوى المسلحة الآن بالشارع العراقي من ضمن أحزابهم من ضمن كتلهم من ضمن تياراتهم، هذا جانب. جانب الثاني لا أن أيضا يريد إرضاء الشعب العراقي علما إنه هو شريك في عملية إقرار القوانين والتصويت على هذه القوانين وإحقاق القوانين مثل قانون المحكمة الاتحادية قانون هذه الانتخابات اللي ما جاء بعبيد غير اللي أتعس من زياد أتعس من الغي قبله، هذه اللي فصل هذا القانون تفصيلا على الكتل السياسية تفصيلا على المال السياسي اللي موجود في المناطق كلها من البصرة إلى الموصل إلى نينوى، كذلك حتى في إقليم كردستان من هو اللي مسيطر؟ القوى السياسية هي القوى الاثنين، ولو قوى أحد القوى تشتتت إلى اثنين أو ثلاثة لكن المجمع والمرجع واحد. إذن إحنا نستطيع أن نأيد الكاظمي. ماذا يريد السيد الكاظمي أكثر من هذه القوى العسكرية؟ القوى العسكرية لو تأتي إلى نسبة التناسبية مع الصين والقوات الأمنية تعلم ماذا تعادل؟ تعادل نحن أكثر منها بسبعين مرة، وراح تقول لي كيف؟ إيش قد القوى العسكرية عندنا؟ تجاوزت المليون إلى مليون ونص على سبيل المثال بمجموع 40 مليون عراقي، مليار ونص مليار وستمية صيني كلهم هم 5 مليون، إذن النسبة والتناسب لو تأتي بيها إحنا نسبتنا شقد؟ 1 إلى 1.5 أو 15 من 40، يعني 1.5 من نسبة 40. الصين كلها 5 مليار من 1560، شقد يعني هاي النسبة؟ فأنت قيس وين وضع الأمني والجيش والقوات المسلحة الصينية وين إحنا؟ هذه ما أقصد أنه مثال ضربت. نعم. ما بين البلدين. إذن ماذا يريد السيد الكاظمي؟ السيد الكاظمي إذا أراد أن يعتذر أنه الميزانية هذه ميزانيتنا جينا عليها ماكو شيء صفر، ما يحاسب وين اللي راحت؟ أنا كنت مقرر اللجنة المالية بمجلس النواب
كانت ماكو حسابات ختامية حتى يعلم بها عدة مرات ذاكرة الشعب العراقي. هاك يا وزير كذا 10-20 مليار دولار لك في وزارتك اصرف. وين الحسابات الختامية؟ وين صرفت؟ انصرفت 10 مليون استيراد أسلحة، 5 مليون نثرية، 5 مليون راحت تعويضات وما أعرف شنو على قضايا الإرهاب بالنسبة للقوات المسلحة، ولأن خلصت العشرين مليار. 20 مليار. طيب هل تحاسبت أين ذهبت هذه؟ هل حاسبت ما هو نوع السلاح اللي دخل؟ صفقات مع أوكرانيا وصلت بها طائرات، والصفقة 40 طائرة ما أدري 30 طائرة، وصلت 17-12 ما أدري 13 طائرة والله أعلنت إفلاسها، والشركة اللبنانية هي الوسيط الثالث ما بين الطرفين. وين الحساب من هذا؟ والله خليناها بالبلاك ليست، ما أدري يسمونها بالقائمة السوداء. يا بلاك ليست مال الشعب العراقي وينه؟ هذه وحدة. اثنين، هذه الاختراقات الأمنية من الاغتيالات وخاصة على الناشطين، هل بيها يا ملف اللي خلص لحد الآن؟ إذا ردت أن تسوف أي مسألة في العراق فشكل بها لجنة تحقيقية. نعم. طيب شيخ، مثل شكلت لجنة تحقيقية انتهت. طيب ليش انتهت شيخ؟ لأن راح أقول لك ليش. لأن الجنة التحقيقية من الأفراد اللي منطوين تحت قائمة الأحزاب اللي منطوية ومنضوية بالعملية السياسية. طيب شكرا جزيلا. طيب ما قلت لي لقاءكم الأخير ويا السيد الكاظم شنو كان محتوى؟ ايش سولفتوا؟ ما سولف بصراحة. لم يكن الحديث إلي مجرد أنه لأربعة أو خمسة، لأن كان اللقاء هو أيضا عنده كان التزام، لكن اللقاء كان أكثر من ساعة. الرجل غايب وملائكة حاضرة، المثل اللي نقوله، تحدث متخوف للأمانة، متحذر من الوضع اللي موجود، من عملية صيغة الانتخابات القادمة، انه حتى قال انا لم اشكل حزب ولن ادخل في الانتخابات. طيب اذا منا سمعت ومن غيره سمعت ومن غيره سمعت، طيب اذا نفسهم هم في هذه العملية مع العزف المتوقع بالنسبة للعراقيين عدم الوصول الى صندوق الاقتراع او صندوق الانتخاب، هذا اعتقد انه سيجعل من عدم مشروعية او شروعية الاعتراف والاقرار بهذه الانتخابات اذا اتت اكثر اقل من 20% كما حدث بالانتخابات عام 18، الحضور كان 19.4 يعني ما وصل 20. واعتقد انه هذا حتى بابعت المفروض ما شرعيا وقانونيا ما معترف به، لانه من هذه النسبه التحديد وصل الى 32. انا راح اسال سؤال على هذه المساله، من المغيبين من اولادنا وينهم؟ انا اريد اوجه هذا السؤال الى السيد الكاظم. يا سيد الكاظم، عندنا بالمئات مغيبين، وينهم؟ هل هم بسجون العداله، بسجون الحوت، بسجون الناصريه، بسجون التاجي، بسجون الغيره؟ وينهم؟ اوائلهم تسال عن مصيرهم، حتى وان كانوا اثبتت ادانتهم قسريا او علني او لا بالاثبات والادله الدامغه، لكنه اين هم المغيبين؟ هذه كل هالامور السيد المالكي ما يقدر يتجاوزها. تعرف ليش؟ لان ليس فقط هو صاحب القرار، راح ينصدم. انا اتعجب، بغداد 4 مرات في سنه واحده، السلاح اللي موجود يمشي بالشوارع، اين هي القوات الامنيه؟ فقط هي غلق اسوار المنطقه الخضراء اللي انا قريب ساكن منها. سؤال انا دا اسال، هل هو المحافظه فقط على من في الخضراء؟ اين هي حمايه المواطن العراقي يوميا؟ البارحه في كربلاء احد يقال احد الناشطين، انا ما اعرفه، لكنه الاخبار والتداول التواصل الاجتماعي متداول بها، يعني انه بالمستشفى واطلاقات وكذا وهاي. طيب معقوله هاي الكاميرات الامنيه ما شخصت من السياره، من اللي نقلت؟ على سبيل المثال اخي، احنا في حال العراق لا نحمد عليه ولا نحسد عليه. طيب لماذا؟ طيب لانه العراقي الان اذا اراد ان يتكلم صراحة يا أستاذ مقداد فهو مشروع للقتل. نعم. ليش؟ لأنه لازم ترضي كل الجهات. طيب فالسكوت إذن ليس من ذهب.
طيب. المفروض بالعراق يكون السكوت من طيب. الألماس طيب طيب مو الألماس أغلى المجوهرات اي والله صحيح طيب غلطان. وصلت الفكرة شيخ طيب خليني أرجع الدكتور رمضان دكتور رمضان ذكرت نقطة أن طبعا السيد الكاظمي قال دعونا إلى حوار وطني لكل الأطراف بما فيها المسلحون تمام وأنت قلت ليس من حق السيد الكاظمي الدعوة إلى الحوار وأنا قلت لك من البداية اليوم أنت حيل قاسي ويا السيد الكاظمي ليش مو من حقه رئيس وزراء وممكن يريد يصلح مو تمام وين وين لا. وين وجهة النظر في اعتراضك تفضل لا لا هذا خطأ ما أنت ما فوقك سلطة تنفيذية أكبر أنت مو فريضة لو طباب خير هذه من يحكيها أنا وأنت أو الشيخ ممكن نقول يا نريد نهدي أولادنا نريد نمتصهم نريد ما نروحون بحمى الغير أما مو الكاظم يحكيها هاي ما تليق هذه هذا 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 دليل أداء التخبط السياسي وعدم فهم الدولة أنت قائد عام لقوات مسلحة تعدادها مليونين وما عندك غير شم صكاك طالع لي لابس لقناع بغداد حاط له قاذفة وحاط له بندقية ويخوفوا بنات بغداد وانت تريدني احاور هذا تريد الشعب العراقي يحاور يعني صار العراقيين يحاورون ذولا الصكاكه هذا شلون منطق عندك مليونين لا زرت قوه عسكريه ولا استعرضت بجيش ولا استعرضت بشرطه اتحاديه ولا راوتنا اي شيء طام لك مليونين مقاتل وانت جاي تخلي هذه الوجوه اللي تفضل عنهم الشيخ اربع مرات يستعرضون بغداد ويسوون على صورك ويرهبون المواطن ويهزون ثقة المواطن والدول والمجتمع كله تهتز ثقته بالدولة وأنت قائد عام للقوات المسلحة ورئيس مجلس وزراء وجاي سؤال في الحوار شنو طباب خير عارفة مع العرب شنو دورك أنت هذا مو رجل دولة هذا مو منطق رجل دولة يحتكم إلى وظيفته وواجباته الوظيفية هذا واجبك أصلا هذا الكلام أنت تسويف لمظاهر التطاول على هيبة الدولة وكرامة المجتمع وهيبة الدولة أمام الدول وأمام المجتمع وإحساس المواطن بالأمان شنو ما قنعين يفترون ببغداد يومية ويدوسهم صورك ويشتمون بيك بعد شلون نحمي بنات بغداد بعد احنا على شنو اعتبرنا الدواعش متمارقين شنو الفرق بهذا المظهر عن ذاك هذا 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 أداء متخبط وكذلك أداء سياسي كثير متخبط انت تجي انت او برهم فرحانين والله وسطاء بين الخليج وبين إيران ليش انت منو قال لك ساحتك نظيفه ويا ايران حتى تصير وسيط طباب خير انت من دخلت طباب خير بين ايران وبين الخليج معناته سقطت تحت البساط كل تطاولات ايران على الامن العراقي هذا تفويض صريح لايران انه ما عندنا مشكله وياكم يا خليج يا عالم عربي يا عالم يا دنيا يا اوروبا يا امريكا اذا عندكم مشكله ويا ايران سولفوا ويا مشكله ايران ويا غيرنا احنا ما عندنا مشكله من يقول ما عندنا مشكله هذا أداء سياسي يعني أنت صاير خواردة وصاير مصلح في مجال أنت جزء من الضحية شعبك كله ضحية إليه هذا تخبط هذا سوء فهم تام لمعنى الأداء السياسي وهذا مو بس الكاظمي لدينا جيل كامل الآن من السياسيين لا يعرف معنى الدولة جيل يدير الدولة بإدارة الشركات المقاولات يعني أنا اليوم من تجي وتقول لي السيد الحلبوسي عمر الأنبار أقول لك صفته شنو رئيس سلطة قضائية تشريعية ليش هو رئيس السلطة التشريعية لكل العراق لو للأنبار لعد يمتى وصل السيرة للسماوة ويمتى وصل السيرة للموصل ويمتى وصل السيرة للصلاح دي حتى تتعمر إذا رئيس السلطة التشريعية عمر محافظته هذا شلون ما حد يوقف عند هذه المؤشرات الخاطئة لا باعتباره كان محافظا للأنبار نعم. وانتقل من منصب المحافظة إلى رئاسة البرلمان بقى عينه على الأنبار هيك هذا المنطق لا بس أن يكون أنا على كل العراق هنا اختلف الدور أن يكون محافظ ما يخالف بس أن يكون رئيس سلطة تشريعية وبقية المحافظات مهدية هذا غلط نعم هنيئا على أهل الأنبار البناء والإعمار ولكن أنا أحكي على دور رئيس السلطة التشريعية الذي لا يعرف كيف يوزع اهتمامه وأبويته هذه مشكلة أو تجي له تقول له والله مجالس المحافظات فاسدين يروح يحل المجالس المحافظات يعني انت مثل ما تروح على وزير التربيه تقول له المدرسه الفلانيه ادارتها مدرسين مخوش اوادم يحل المدرسه ليش الطلاب وين يروحون لو تروح لوزير الصحه تقول له المستوصف المستشفى الفلاني سايب واطباء وادارته مو زينين يحل المستشفى ويلغيه لعد المرضى وين يروحون هذه عمليات هذا دليل على هؤلاء الناس لا يفهمون ما هو دورهم في الدوله من يجون يقول لك السلطه التشريعيه غلط تروح تصلحها
تروح تزورها، تروح تعمرها، لأنه هذه عين عين المواطن على حقوقه وعلى حلاله. ولا موت موت سيب تسرحهم وتترك المحافظين يخطون يخربوطون. محافظين مثل البصرة، البصرة اليوم بها أعمار، لكن خلينا ننظر إلى حجم الأعمار بالبصرة. أنت أستاذ بقداد، ترى الأخوة أهلنا بالعراق ما يعرفون شنو حجم المليار، لأنه فوضى. عزيزي، لا يمكن لأي محافظة عراقية أن تنفق مليار في مشاريع الأعمار، لا يمكن. المليار متحولة إلى أنابيب وحصو ورمل وايرات وعمال وحفارات وشفلات، لا يمكن لأي محافظة أن تنفق مليار. شنو البصرة تنفق 3 مليارات بالسنة؟ وين جاي تروح هاي الفلوس؟ وين مجلس المحافظة اللي تابع؟ وين هذه مسائل خطيرة. يعني أنت تتعمر البصرة بس المليار انفق عليه 4، شنو قيمة هذا الإعمار؟ فإذا أكو سوء في الإدارة. شنو محافظ البصرة هو عضو برلمان صار لأربع سنوات ما حاضر يوم جلسة، والسيد الحلبوسي ما رافع خط أحمر، والبصرة بدل ما 25 نائب 24 صار لهم 4 سنوات، ومجلس طب وطلع، المحافظ هو بالسلطة التشريعية، هو بالسلطة التنفيذية. هذا دليل على أنه هذول الشباب دخلوا على البلد دخول متأخر، لا يفهمون الدولة، لا يفهمون النظام الديمقراطي، لا يفهمون حقوق الناس. لو تخفيض العملة حتى توفر 3-4 أشهر رواتب الموظفين الدولة تتعدى أزمة، تروح تنزل العملة 20 مليار وتهتك قيمة كل المال العراقي. يعني اللي سيارته نزلت نص، واللي بيته نزل نص، والقاعة نزلت. طيب هذا الخمس اللي أخذته من كل الموجودات العراقية، من وين أعطاك هذا الحق؟ فإذا أكو تطاول كبير، والأمثلة لا تعد ولا تحصر. طيب جميل. أكو تطاول كبير وعدم احترام لكرامة المواطن، لأمن المواطن، لأموال المواطن، لحقوق المواطن. نعم. يعني هذه نخبة الشباب اللي أنا أذكرت بعض من عندهم، لو وزير النفط اللي الآن حاربوا كل الشركات الأجنبية، الشركات الأجنبية كلها هربت، واللي بقى هسه قام يحط مدير صيني. الشركات الغربية قام تجيب مدراء صينيين، لأنه الصيني عنده قدرة على عقد صفقات مع الفساد ومع الـ ومع الـ ومع الـ ومع الـ ومع الـ الصيني يشتغل على كل شيء. يتصدر أكبر شركة بتروشاينة حتى يحول النفط العراقي كله لهذه الشركة. طيب. الصين والميليشيات والمافيات راح تمسك العراق. طيب. من قطرة النفط تطلع من البير إلى أن آخر مقاولة تجهيز. طيب. كرسي وميز. طيب. إذن العراق قاعد يسقط تمام بيد هذه المافيات الاقتصادية. نعم. وهذه مافيات قاعد تشكل ميليشيات، والآن أي واحد يحكي سكونة. نعم. بمعنى طيب. هذه الكلمة. طيب. إنه مافيات راح تحكم البلد مثل جميل. أمريكا الجنوبية ومثل هذه البلدان الفوضى، لو مثل موقف الصين مثلا في ميانمار، بلد مستعمر كامل بس ماكو حزب شيوعي، كلها عصابات فاسدة من الضباط وغيرهم، وذيش ميانمار أنا عايش فيها كم شهر وشايف حياة الناس فيها. العراق مقبل على مفترقات كبيرة، دول الشباب من السيد الحلبوسي إلى السيد الكاظمي إلى عيداني إلى عامر إلى هذا وزير شو اسمه حسان، هذول جاي يمشون بالبلد مسيرة خطيرة. إلى برهم جاي يمشون بالبلد مسيرة خطيرة، كأنهم أما لا يفهمون الدولة أو أنهم تطوعوا لأن يبقوا في المناصب ولا يسألون أين مصير العراق سائر. خطيرة، أشياء ملتبسة استاذي، ملتبسة، تبدو لك جيدة ورائعة وكيسة إعلاميا ودبلوماسيا وعماريا، بس في جوهرها تجلس على كم من الفساد الخطير الذي سيسف الدولة برمتها. نعم. طيب جميل، سأعود لك اليوم دكتور رمضان، شوي عصب اليوم ويانا حيل، براح أرجع لك. شيخ وسام، خلي أعود لك. ذكرت أن الدوائر الانتخابية قسمت على مزاج المال السياسي أو أصحاب المال السياسي أو أصحاب النفوذ السياسي. أيضا أنت مرشح انتخابات بصراحة يعني، أو شنو يعني مستقبلا سياسيا ايش راح تسوي؟ أنا بالنسبة لي تعرف أنه أنا مستقل، بس نعم. ما عندي فكرة أنه، ما فكرت أنه أرشح بهذه الانتخابات. نعم. واحتمال أنه هذه الانتخابات ما راح تكون بالمستوى المطلوب اللي نفكر به أنا وياك، لأنه من هسه بدأ المال السياسي يشتغل، الأحزاب القوى السياسية المسلحة قامت تشتغل في المناطق، وأعتقد أنه الكثير من الشباب العراقيين فكروا أنه المجرب لا يجرب، هذه أول وحدة. ثاني وحدة أنه شافوا، لأنه ثورة تشرين أعطت دافع التمسك الوطني بداخل النفس العراقية، رجعت جزء منها.
أنه للحركة الوطنية والشعور الوطني الذاتي في داخل العراقي. قبل كان شعلينا، هسه لا، أصبحت الحالة لا، علامات استفهام أمام أي شيء عند الكثير من طبقات المجتمع العراقي الاجتماعية، أنا ما أقول الاقتصادية والسياسية، الاقتصادية معروفة عن جهات من نعم فصلت هذه تماما. لكن سألت قبل شوية على السيد الكاظم صار حديث، أنا طرحت له موضوع معين، خليني اسمع السيد رمضان ضيفنا الكريم، طرحت له موضوع، قلت له أنا في كل من هذه الأمور، لكن أنت تطرقت لحديث جدا شيق، هو عبر عبارة صحيحة وحلوة، قال وذكر، قال إنه إحنا أمامنا تحديات داخلية كبيرة قبل أن تكون خارجية، هي طبعا مدعومة خارجيا، لكن أمامنا تحديات كبيرة بالداخل، هذه التحديات هو يتجنب التصادم مع هذه التحديات، ليش؟ لأن راح يكون سلاح قوات مسلحة، قوات أمنية مع من هم بالشارع المسلحين، هذا يتجنبه، أنا واثق إنه ليس بصاحب القرار والقدرة على ذلك، هذه مستحيلة يقدر يجازف بها ويسويها حفاظا على مكانته ونفسه، لأنه كل القوى السياسية راح تنقلب عليه، المشاركين بالعملية السياسية واللي صوتوا واللي صوتوا عليه، هذا واحد. سألته سؤال، قلت له أنا ابن محافظ صلاح الدين، لكن أسأل سؤال، جنابك كلامك حلو شيق، لكن ذكرت مصطلح سبايكر، أريد أذكرك أستاذ مقداد، نعم. تذكر كان حديثنا بقناة سامرة وفي عمان مرتين على شهداء الضحايا هذه المجزرة الكبيرة الشنيعة بحق أبناء الشعب العراقي، قال إيه، قلت له من هو سبايكر؟ هل هو قائد نبي من أنبياء الله؟ هل هو من الصحابة ومن رفاقة نبينا؟ هل هو من آل البيت؟ هل هو قائد عربي؟ قال ها لا، قاعد واقف وزير الثقافة والإعلام بصبر، قلت خلي يسمع وزير الثقافة إيه يعني، قلت له أنا عندي مقترح، سموها قاعدة الشهداء، قاعدة الشهيد فلان، سموها قاعدة أمير المؤمنين، سموها قاعدة الحسين، سموا أي اسم كان عربي أو إسلامي، لا ضرر على ذلك، وإذا ما قدرت يا سيد الكاظمي فأنا عندي مقترح ابن صلاح الدين، سموا محافظ صلاح الدين بوش الابن وبوش أو بوش الأب، لأن هذا النقص من ذاك الكلب حيشاكم، هو نفس التسمية ونفس الطهارة حيش السامع من أقول بوجهه. قال وصلت الفكرة، قلت له خلا شوف، لأن راح أذكرها حتى بالإعلام. أخي إحنا الآن كعراقيين، السيد رمضان أني أشكر على هذا حديثه ولو بتعصب مثل ما ذكرت أنت، وأني فرح بأنه أكون لقائنا سوا، أنا داخل بالعمق لكن أعرف ما هي الإحراجات وما هي التخوفات. أخي أكو تخوف أيا كان يستلم الآن، يقعد بمكان السيد الكاظم، يجلس على هذا الكرسي اللي يسمونه رئيس مجلس الوزراء وقائد عام لقوات المسلحة، لا يستطيع أن يقدم شيء. لجنة الفساد ومحاربة الفساد لزمة من؟ لزمة الأطراف الثانية أو الثالثة، ما لزمة الأب الأكبر، الأبهات الكبر اللي هم مهيمنين على ذولا، ذولا كانوا جنود بيادق يتحركون بأيدي من؟ بأيدي الكبار. هل تحركوا على الكبار؟ وين ملفات الفساد الإداري اللي تحت يد السيد الكاظمي اللي كان السيد المالكي كان يهدد بها السياسيين، يقول هذا الفساد، هذا الإرهاب، هذا الكذا، هذا الكذا، تريد نذكر؟ أنا ما أريد أذكر أسماء، أطلع لك إياها قوائم، قوائم أطلع لك إياها هسه بالأسماء، إذا أذكرها يجوز القائمة الصفحة الأولى 40 واحد أعيد لك 40 أخر، هل حاربوا واحد منهم؟ الآن بيد من المال العراقي؟ من المسيطر عليها؟ من هي الشركات؟ لجان اقتصادية في كل تيار في كل حزب، هي التي تمول الحزب، هي التي تأخذ المقاولة، هي الكذا. ثانيا السيد الحلبوسي من أنا أيد كلامه من يروح يتوجه والله عمر الأنبار، ليش هو رئيس مجلس النواب الأنباري؟ هو رئيس مجلس النواب اللي من زاخوه للفاو، من زاخوه حتى أقليم كردستان رئيس مجلس نوابه، هو مو عنده 50 واحد، أكثر من 50 واحد أعضاء مجلس النواب من إقليم كردستان؟ طيب إذن حتى أربيل وسليمانية ودهوك المحافظات الثلاثة
العراقية زين هي لمجلس للجمهورية العراق. إذا عليه أنه ينتبه أنه ليش ما تتعمر العمارة، ليش ما تتعمر الناصرية اليوم يا قبة، ليش ما تتعمر صلاح الدين، وين فلوسها اللي انباقت، بيد من، بيد من الآن؟ حتى الإداريين، هي هاي النوبة العملية الحلوة الجديدة بدأت، الإداريين ياهو اللي قوى سياسية موجود بسلطة المحافظ وبسلطة المجلس النواب، يتغدر مدير الناحية، يتغدر يتغير مدير البلدية، يتغير مدير البلديات، يتغير مدير الزراعة، هكذا صار. حتى القوى الرؤوس الأمنية القادة الأمنيين وإن كانت كفاءة، لكن نرجع للولائية لهذا الحزب أو هذا الشخص أو ذاك. هذه كلها أخي، هذه كلها أخطاء يقدر السيد الكاظمي يتجابه معها؟ أنا أقول لك لا، لا يستطيع هو ولا غيره. تعرف منو اللي يستطيع؟ يستطيع اللي ما يعرف أمه شلون حلبت رضعته، يستطيع اللي ما يلام لو بالحق لو ما تلائم أحد يلومه، يعرف اللي يضرب بأيدي مو يضرب نفس، يضرب ابنه اللي كان فاسد قبل ما يضرب أخوه وابن عمه والغاء والآخر. أكو هيك واحد؟ دليني بيه حتى أروح أترجع. شكرا جزيلا أخو. طيب جميل دكتور رمضان، يمكن سمعت الأحداث اللي صارت في كربلاء، هل ستكون كربلاء هي شرارة لثورة جديدة قادمة؟ ربما هذه الثورة أيضا تؤجل موعد الانتخابات. تفضل. يعني مستوى الاحتقان اللي بدأ يتوالد في الشارع، نعم، وخصوصا عند الناشطين وفئات الشباب التي تواجه مستقبل قاتم، هي في صاعد مستمر. وحالة الاصطدام بين هذه الكتل الشبابية ومع هذه الميليشيات أو مجاميع الصكاكة، هذا وارد جدا في العراق أصبح. هذه أول مسألة يجب أن نعرفها ويجب أن ننتبه لها، أنه العراقيين ترى كلهم يقدرون يشيلوا سلاح، وكلهم يقدرون يلبسون أقنعة ويقتلون، لكنه مو كل الرجولة العراقية تسمح أن نفسها أن يلبس قناع ويقتل. أكو ناس مترباين بعد عندهم فروسية العربي اللي يستحي يقتل غدر. ترى اللي لازم هاي الشباب مو ما عنده أسلحة ببيوته، بس لسه عندهم شيء من الحكمة والوعي والصبر أنهم ما يردون يدمرون البلد، لسه يؤمنون بحل. ولكن هذه العمليات مثل اغتيال هذا الناشط أو غيره هي ضغط إضافي على هذه الشباب وضغط إضافي ونفسي على المستقبل، وبالتالي لابد أن يحصل انفجار في يوم ما. هذه أول مسألة يجب أن نتحسب لها، أنه الميليشيات الناشطين مو عاجزين، وهذه الناصرية ما بقى بيها جهة سياسية عندها مكتب، ويعجزون ويتحدي أنه يفتحون مكتب. إذن كم الزخم وكم العنف الذي المكنون في داخل دول الشباب الثائرين ترى يعادل مئات المرات بما تملكه الميليشيات، ولكن مبدأ التطاول ومبدأ التجاسر على حرمات الناس هذا مو كل واحد تربيته تسمح له. هذه أول نقطة ضعف مسجلة على الناشطين، وهي ليست بنقطة ضعف ولا مسجلة على العراقيين، وهي ليست نقطة ضعف، وإنما هي دليل حكمة ودليل فروسية ودليل احترام للناس نفسهم لا زالوا يتحملون ويصبرون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه هذه الإشارة اللي صارت في الاغتيالات هي مؤشر على من كل الأحزاب السلطة على التمسك بالسلطة وردع أيا يحاول أن ينافسهم عليها. أنا مثل ما قلت في بداية البرنامج، العراق وصل إلى مرحلة من أحزاب سياسية إلى ميليشيات لديها أجنحة مكاتب اقتصادية، والآن مكاتب اقتصادية توسعت أصبحت لديهم عشرات المليارات من الدولارات تحتاج إلى استثمار، تحتاج إلى تحريك، تحتاج إلى تشغيل هذه الأحزاب. فما عاد العراق، حتى هالعراق ما عاد يستوعبها كاقتصاد، ولذلك هم يريدون أن يكتفوا بأنفسهم، وراح يبنون إمبراطوريات اقتصادية لهذه على شكل مافيات، والمافيات التي أصبحت الميليشيات أجنحة بسيطة تمارس عمليات الاغتيال والترهيب. هذا هو اللي في بالهم الآن، أنه مافيات تريد أن تمسك بكل العراق. يعني عملية الذهاب بالقطاع النفطي إلى الصين هو لتوفير مساحة هائلة من الاستثمارات لتلك المليارات حتى تدخل هالمرة في صناعة النفطية. الاقتصاد العراقي بأكمله بالكاد أنه يستثمر، من يحاربون السعودية ما تقدر تدخل بالاستثمار بالمنطقة الغربية أو بالسماوة، لأنه عندهم أموال هائلة يردون يشغلونها وما يردون أي واحد يدخل بالبلد. إذن البلد قادم على حالة من الاستعمار الوطني والاستعباد أكثر من الموضوع تعدى حدود أنه حزب يريد يحكم سلطة.
الموضوع اتعدى حدود انه هذا الحزب يريد فقط انه انه انه, إنه يسوي له ميليشيا. لا لا لا، صارت مليارات الدولارات في مكان تشتغل به. من اللي يوفرهم هذه البيئه؟ يوفرهم البيئه لما مجلس النواب يحل كل مجالس كل مجالس الاقضيه والنواحي والمحافظات، ويترك المدير الناحيه ومدير القائم مقام اللي كان هو منتخب من قبل ذوله، بعد اختفوا ذوله فصار مدير الناحيه والقائم مقام والقضاء اسير لاراده الجهات العليا فوق. هذه عمليه انت يقول لك مجلس المحافظه فاسد يروح يحله، ويدخل بهذه السيناريو الخطير اللي الان كل الاجهزه الاداريه بالدوله اعيد بناها مثل ما تفضل الشيخ. هذه اللعبه الالتفاف الخطير الصريح الصلف ادى سمي على العمليه الديمقراطيه. زين، تجي بالمقابل هذا الجيش والشرطه مثبطه ومدجنه ومهمشه. انا اتفق مع الشيخ في بعض الامور اللي طرحها في موضوعيته، لكن السيد الكاظمي كان بامكانه ان يبرز هيبه للجيش، ما حد يمنعه، هذه لها حدود معينه. زين، الجيش السلطه التشريعيه حلت، السلطه التنفيذيه والامنيه مثبطه ومنتهيه، النفط يجي على السلطه المدنيه والنفط الان هذا الشغل كله شكوا شركات اجنبيه شردت، اللي باع للصين باع، واللي حط له مدير صيني راح، والان وزير النفط يروح يعطي كل النفط العراقي للصين. هذا الشغل منظم، هذا الشغل منظم لكي تستلم المافيات اداره العراق. وابيك هذه المافيات ان تستلم اداره العراق، احنا شايفين بلدان تديرها المافيات. رئيس الجمهوريه وهذا يصير شكل ما له كل قيمه، وفي نظر الدول كلها لما تدخل العراق تتعامل مع هذه المافيات. الصين اكبر راعي لمثل هذا النظام. الصين من تجي ما راح، مو الصين السابقه اللي تدعو للشيوعيه والعداله والسلام، لا لا لا، الصين راح تعقد عقود مع اكثر القبائل واكثر العشائر واكثر الشخصيات المستهتره واكثر الميليشيات، وتحطهم هم بالواجهه وتكتشف خيراتك كلها بيد الصين، لكنه انت تواجه عراقيين واخوانك يستعبدونك ويذلونك بشتى الطرق. العراق قادم على مثل هذا السيناريو، هذا مو جديد، هذا في بلدان اخرى حاصل. إذا نحن في مرحلة تدمير للسلطة التشريعية، تدمير للسلطة الأمنية، تدمير للسلطة الاقتصادية للبلد، القضائية حل المحكمة الاتحادية وتحويلها بيد الميليشيا بيد الأحزاب السياسية، هذا تدمير آخر. القاضي اللي ما طلع لك أربع قضاة انضاف وأكثر من 90% مو نظيف وياخذ كل هاي الامتيازات، الجهاز القضائي موقف، التشريعي موقف، التنفيذي موقف، الأمني موقف، الاقتصادي موقف، كلها قاعد تسير باتجاه واحد، تسليم العراق لقوات المافيات. طيب ثم طيب. انه حتى سياسيا العراق وين مصيره؟ الدول كلها قلقه من الانتخابات القادمه، لانه نعم. عندنا كتلتين الان متنمرتين. نعم. ما نعرف الكتله الولائيه، عفوا تتكلمني وانا ما اسمعك، تفضل. نعم. نعم لا مو انا، لان وقت انتهى لازم ارجع للشيخ على مود الوقت تقسيم. شكرا. الوقت بس دكتور اليوم انت حيل عصبي، ليش؟ عذرا يعني مو عصبي بس ما عندنا مساحه استاذ مقداد، ما عندنا مساحه للتهاون وعدم الاحترام. مزعليك بالسحور؟ احد مزعلك بالسحور دكتور؟ احنا عندنا الساعه 4 العصر هسه. اي ادري، اقصد احد مزعلك البارحه بالسحور شنو؟ الله يعزك. لا لا ابدا، انا مو زعلان بس انا قلق على العراق. نعم. وهذا قلق مشروع. والله اعرف، والله شيء شخصي مع احد، اقدر هذا، لكنه لابد انه نعيد النظر في هذه الامور. نحن امام مفترقات خطيره ما بها عوده الى الخلف. نعم. استاذ مقداد، انا اقدر احرجك في طرحي، قد احرج القناه في طرحي. نعم. ولكن شهاده لله، العراق هو الهدف. نعم. يعني انا لا لا. اقدر اقدر قلقك عاليا، واقدر وطنيتك، وانت من عائله ايضا وطنيه، وبالعكس احنا ماكو اي احراج دكتور. خليني ارجع لك شيخ وسام. ما ذكرت لي او يعني ما ذكرت لي موضوع بالتقسيمات الانتخابية وفق النفوذ السياسي والنفوذ المالي. أنت كأنك ما مقتنع بهذه التقسيمات الدوائر الانتخابية، ومن يتحمل وزر هذا التقسيم؟ عفوا أستاذ مقداد، عيدها شوي، الصوت مو واضح. نعم، من يتحمل وزر هذا التقسيم للدوائر الانتخابية؟ وكأنك أنت مو راضي على هذا التقسيم للدوائر، تفضل. نعم نعم نعم، اعتقد ان احنا كلنا نعلم، وكل الموجودين اللي داخلين العمليه السياسيه والخارجيين منها، هي معروفه الدوائر السياسيه قسمت على الكتل، بما طرحت الكتل السياسيه واللي فرضت تفرض وتم التصويت عليه.
طبعا لان هذا يخدمهم. اين هي ثقل القوى السياسيه موجوده هنا تقسمت وهكذا الى اخره، يعني مفصل تفصيل على قدر التيارات والاحزاب والكتل السياسيه اللي المهيمنه على العمليه السياسيه. هذا جانب. احنا مو بس هذا اللي ناكد عليه، خلينا هي من هي شلون راح تصير العمليه السياسيه. العمليه السياسيه هي من المواطن اي الناخب، ومن المرشح اللي يصير عضو مجلس، ومن يوم الانتخابات من الصندوق. طيب آلية الصندوق مطعون فيها، البارومتري او الغيره، هذا كله لا تعتقد انه يكون. راح اضرب لك مثل وضربته قديما، مثل عام 18 رشح احد المناطق بالرياض بالحويجة شخص موجود حي يرزق في قرية فيها مركز انتخابي في منطقة، وهو من الجبور اعتقد في وقته، واسمع عندي موجود، راح ينتخب هو وعائلته وذوي وعمامه وخواله، ما عندهم مرشح غيره، فراحوا ينتخبون. هل 1000 صوت او 600 صوت او 500 صوت؟ طلع ما منتخب نفسه، هو طلع منتخب غير شخص. ليش؟ لانه هذا الجهاز من يبرمجونه. تسمعني استاذ مقداد؟ نعم نعم اسمعك. استاذ مقداد اسمعك شيخ، تفضل كمل لي اعتقد انقطع. نعم بس كمل لي اياها شيخ، اسمعك شباب. نعم زميل مخرج واحد يطلب. نعم نعم عودونا الاتصال والشيخ بهذه النقطة مهمة جدا. تمام نعم يلا تمام، انتقلوا لي فاصل سريع وارجعوا لي على الشيخ. تمام يلا زميل المخرج فاصل سريع ثم نعود، ابقوا معنا. مرة أخرى أحبة الكرام مرحبا بكم. شيخ وسام أعود لك، تفضل كمل لي هذه القصة، خلي أعطيك دقائق. تفضل شيخ وسام، أعتذر صار خلل بالاتصال، تفضل. نعم هذا الشخص، هذا الشخص من منطقة الرياض من الحويجة في عام 18 رشح على مجلس النواب. البارومتري عندما تبرمج طلع هو وأهله وذوي ينتخبون اسمه، طلع الاسم أستاذ مقداد، طلع الاسم مرشح آخر اللي مبرمج على موده. هذه العراقيين حتى عرفوها، عرفوا عمليات التزوير، عرفوا عمليات المساومة كانت بالمفوضية مع المرشحين، ادفع حلقة كذا كل مرة. المشكلة مو هنا، المشكلة هم القادة السياسيين يسولفون، يعني هم يطعنون بالتزوير. طيب إذا أنتم تطعنون بالتزوير وهذا، إذا أنتم حتى وجودكم أنتم هو مزور. هذه كلها يا أخي خلي اخفاقات امامنا امام المرحله الجايه. ثانيا انا راح احكي لك اياها وللعراقيين كل. نعم. انا ما متوقع الانتخابات تصير بالشهر العاشر. نعم عندي اعتقاد للهياج العراقي، للوضعيه الحاليه، لهذه الصراعات ما بين المواطن وما بين الكتل او ما بين زعماء الفساد السياسي والمالي، اعتقد هناك الفجوه الكبيره، واعتقد انه الهياج عند العراقي. وانا ايد بالنسبه للاستاذ رمضان على هذا الحديث، انه فعلا اني متخوف او مو متخوف، متحسب انه احتمال يصير شيء، يعني تتاجل ايضا الانتخابات. ثانيا هل هي الكتل السياسيه راح تفك نفسها؟ اعضاء مجلس النواب يصخون على نفسهم ينزلون. شوف حتى هاي العباره المفروض قبل شهر او شهرين، شلون يسوي دعايه انتخابيه وهو موقع عضو مجلس نواب؟ شلون؟ المفروض قبل شهر تطلع الحصانه منه. طيب مو اكو كلهم عندهم ملفات، يعني خلوها لاخر يوم الانتخاب حتى يفوز، حتى راسا ياخذ الحصانه. نعم هذه المفروض قبل شهر او شهرين، حتى يعرف السيد الكاظمي، يعرف السيد ابو رغيف، يعرفون لجنه الفساد على من يتوجهون. مو بعدهم عنده حصانه الى يوم والله راس الانتخابات ما يلحق يسوي شيء، وراس شملت الحصانه مثل. حتى بهذه كانت لعبه سياسيه وقويه على الشعب العراقي. نعم طيب شكرا الشيخ وسام البيات، يا امير قبيله البيات والنائب السابق، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي من بغداد. شكرا. انا اشكرك بس كلمه الامير ما احبها. خلاص شيخ قبيله البيات، شكرا جزيلا. شكرا لك.
ممنون لك. أشكرك. أشكرك. شكرا لك. أيضا الدكتور رمضان البدران الخبير القانون والسياسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لكم وأعتذر عن حدة الحديث، شكرا جزيلا. لا أنت براحتك دكتور، يعني إن شاء الله بس كون بعد الفطور شوي تهدأ، أنه نرتب إن الوقت نخليها بعد الفطور إن شاء الله. هذه لكنه داخلنا عرق على العراق وعلى المجهول اللي قاعد يسار به العراق وأهلنا. طيب. عندنا 5 مليون مغترب، عندنا ناس مثل ما تفضل الشيخ مغيبين، وناس ما يعرفون مصيرهم، وشباب هائل ما يعرف مصيره. هذا كله يحتاج إلى من يجيب على هذه الأسئلة أو يحلل له أين تقع المشكلة، وهذه مسؤولية أخلاقية. سيد الفاضل وشاكر صبركم علينا. شكرا. شكرا دكتور، وأنتم أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة. نتمنى أن الأوضاع في محافظة كربلاء تسير نحو الهدوء، لأن بصراحة أن الوضع يتأزم أكثر، وإحنا ما نريد دم، لكن أنتم تشوفون البلد كيف يمشي، بحيث كل يوم عدنا كربلاء. طبعا قبل قليل نشرت على موقع فيسبوك، موقع الخاص، حكمة قلت فيها سلاما للذين لا ينكرون معروفا ولا ينسون صديقا سلاما. جاتنا تعليقات كثيرة من ضمنها الأخ عمر ياسين، طبعا أنا أوجه له كل التحية، هو قاعد يتابعنا، كتب لي بالتعليقات أنه جالس يتابعنا، نوجه له كل التحية وشكرا لكم على حسن المتابعة. باسمكم أشكر ضيوفي، وأنتم نراكم غدا. ها هو مقداد الحميدان يترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.